وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. مساء الخير سيد موسى. وبداية سيد موسى، كيف تقيم مسار الاحتجاجات الشعبية في إيران، وما هو الفرق الذي أحدثته حتى الآن، وكيف تقيم وجهتها وأهدافها ومستقبلها؟ بداية أحييكم وأحيي مشاهدي قناة البحرين أشقائنا في المملكة العربية مملكة البحرينية. في الحقيقة نحن في منحى جديد وتصاعدي للاحتجاجات الشعبية في إيران. نعم. طبعا هذه هي استمرارا للانتفاضة التي اندلعت 27 ديسمبر 2017، وعجز النظام الإيراني بشكل كامل من إخماد هذه الانتفاضة. الآن نحن في الدور الجديد في هذه الانتفاضات، لأنها تتأثر بحدثين مهمين جدا، حدث داخلي وحدث خارجي. الحدث الداخلي هو إقامة المؤتمر السنوي العام في باريس، الذي شارك أكثر من 100,000 من الجالية الإيرانية، وأصبح هذا المؤتمر الناطق باللسان الانتفاضة في إيران. نعم. وإضافة إلى ذلك تم رسم ملامح البديل الديمقراطي لمستقبل إيران بعد إسقاط هذا النظام، سقوط هذا النظام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن الآن على أبواب قرار العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الأمريكي من اتفاق النووي، وأنتم تعرفون كثير من الشركات يعني قادرة إيران كالشركات الأوروبية والأجنبية. وطبعا إلى جانب ذلك، النظام الإيراني كما قلت لكم ليس فقط عجز في إخماد الانتفاضة، بل عجز من تقديم أي حل معالجة اقتصادية، بحيث الآن ارتفع طبعا سعر الدولار وصل إلى أكثر من 8,000 تومان، والقلاع جدا مستشري بشكل كبير. نعم. اليوم وأنا أتحدث مع قناتكم الموقعة بدأت الجولة الثانية للإضراب العام الشامل للسائقي الشاحنات في إيران. وأنتم تعرفون الأساتين الشاحنات الإيرانية هي الديناميكية والآلية الوحيدة الكبيرة لنقل البضائع ونقل يعني حتى محروقات إلى محطات البنزين. فهذه الجولة الثانية بدأت منذ بدء أول من شهر مرداد، وهو يصادف اليوم 23 يوليو. وهذه طبعا كما تعرفون قبل شهرين هذا الإضراب عمت أكثر من 300. نعم. طيب سيد موسى، أنتم في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، هل لديكم أي تنسيق مع القوى الدولية ضد هذا النظام؟ في الحقيقة يعني بالأحرى التنسيق عبارة عن ما تقوم به المقاومة الإيرانية هو استنفار الجهد الدولي. نعم. خاصة ملفات الإرهاب وملفات انتحار هو الإنسان. الآن وبعد إفشال ودحر المخطط الإرهابي الذي كان وراءه النظام الإيراني ضد هذا المؤتمر الذي أشرت إليه، الآن كبير الإرهاب الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني في قبضة الشرطة الألمانية، وهناك مطالبات دولية أوروبية مهمة جدا لتسليم هذا المجرم إلى قضاء البلجيكي، حيث هناك خلية ناعمة اللي كانت موجودة وكانت مكلفة بتفشير واستحداث المؤتمر. نعم. حتى يتم عرضهم. لذلك الآن الجهد الدولي للمقاومة الإيرانية هو وضع هذه الحالة أمام الدول الأوروبية. نعم. والمطالبة بقلق استفارات النظام وطرد يعني موظفي هذه الاستفارات اللي عبارة عن وكلاء لمخابرات النظام الإيراني. نعم. سيد موسى، اكتملت الفكرة من باريس. موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا جزيلا لك.